السلام عليكم. كان بزاف من الناس اللي سألوني قال لك علاش الألواح هذه الإلكترونية الإشهارية سوف تنزع يعني بعد انتهاء المنافسة تاع عشان، وسوف أوضح هذه النقطة مهمة جدا باش يتفهمها يعني بصفة عامة المتتبعين. إذا كما قلنا هذه الألواح هي تابعة لعقد إشهاري نتاع يعني المنظمين نتاع المنافسة والشركات الإشهارية، وهي اللي تفرض لو سيبور بيبليسيتير، أي لا يكون ألواح خشبية أم ألواح إلكترونية، وهذه تدخل في المقاييس نتاع الفيفا. افتكر هذه اللوحات سوف توضع غير في الفترة نتاع البطولة الإفريقية، ثم سوف يا إما تنزع يا إما تغطى، لأنه الصيانة نتاعها مكلفة وغير ممكن الألواح هذه تبقى طول العام، لأنه اللوح ما تمشيش إذا ما كانش فيه إشهار، إذا ما كانش فيه شركات تدفع ثمن باش تحط الإشهار نتاعها، ما الشركات العالمية مثل أديداس وما إلى ذلك. إذا ما كانش في هذه الشركات اللي توضع الإشهار، وباش الشركات هذه توضع الإشهار لازم يكون فيه بث تلفزيوني عبر قنوات دولية، مش غير المقابلات المحلية تاع حنا في حنا، ما يكونش فيه إشهار كبير، وما حاش يكون فيه لوحات إلكترونية لأن الصيانة تاعها مكلفة. إذا إلا كان فيه، إذا كان فيه تدعيم من طرف شركات وطنية ذات يعني وزن، ممكن إذا دعمتها شركات وطنية وحطت الإشهار تاعها كما شركة كوندور أو شركة موبيليس أو أي شركة يعني آخر تدعم الإشهار هذا بالإشهار، ممكن تبقى هذه اللوحات الإلكترونية. أما إذا كانت المقابلات محلية والبث التلفزيوني محلي، فمن الصعب إبقاء هذه اللوحات الإلكترونية الإشهارية في الملعب طول السنة. إذن الحل هو في تصدير وبيع مقابلات كرة القدم الجزائرية في البطولة الوطنية إلى القنوات الدولية، لكي يبقى الإشهار يمشي وتبقى الشركات تاع العالمية توضع الإعلانات تاعها في هذه اللوحات الإشهارية اللي رانا نحطو فيها. إذا كان فيه بث دولي تكون فيه تبقى، أما إذا لم يكن فيه بث دولي وما يكونش فيه إشهار يعني انترناسيونال، الشركات تاع العالمية ما راحش تجي تحط الإشهار نتاعها في هذه اللوحات. إذا كان المتفرجين محدود يعني اللي يشوف عدد متفرجين محدودين، إذن فالألواح هذه سوف تنزع لا محالة. أترككم في نهاية الفيديو، السلام عليكم.